أهلا بكم من جديد. اكتشاف نشاطات نووية إيرانية في 3 مواقع غير معلن عنها أثار شكوك وكالة الطاقة الذرية بأن إيران لم تصرح بكل ما لديها. هذه العقدة هي التي تحول الآن دون توقيع الاتفاق النووي. واشنطن تتمسك بأن التوقيع لن يتم ما لم تقدم طهران إجابات ترضي الوكالة، بينما تخشى إيران من أن تتحول هذه التحقيقات إلى سبب لاستئناف العقوبات. إيران تريد على أساس هذه المخاوف ضمانات اقتصادية بألا تتعرض شركاتها للعقوبات لعدة سنوات مقبلة حتى إذا اختارت واشنطن التراجع. إدارة الرئيس بايدن تريد توقيع الاتفاق وتخشى أضراره، وهو الحال نفسه في إيران التي أيضا تريد رفع العقوبات وتخشى عودتها، ما يضع الطرفين أمام مكسب وضرر في آن واحد. الأمل بانتهاء كل العقوبات محدود في طهران نفسها، وهي تريد مقايضة برنامجها النووي بفوائد ثابتة لا تزول حتى لو أظهرت تحقيقات وكالة الطاقة خداعها إيرانيا. ولكن باتفاق أو من دونه، فإن امتلاك إيران للمعرفة هو ما دفع الرئيس الإيراني إلى القول أن أحدا لا يمكنه منع إيران من التقنية النووية، وسوى الرقابة والتحقيقات لا يملك العالم سبيلا آخر للثقة بإيران. إذن لماذا تشكل تحقيقات وكالة الطاقة الذرية عنصرا حاسما في الاتفاق؟ ما الذي تخشاه إيران من هذه التحقيقات إذا تصرفت بنزاهة؟ وما هي الفوائد والأضرار التي يتوقعها الطرفان من الاتفاق؟ أبدأ نقاش وأرحب بضيفي الكريمين من طهران، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومن واشنطن السيدة روان رجولة الباحثة السياسية. أهلا بكما على شاشة الغد. أبدأ معك دكتور صدقيان، هل تؤخر هذه التحقيقات أو هذه الخلافات حول ما ذكرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هل تؤخر هذا الاتفاق أم ربما تنسفه من الأساس وتفجره؟ مساء الخير لك ولضيفك وللمشاهدين. الإيرانيون يتحدثون بفمٍ ملآن عن دور غير إيجابي تمارسه الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران ومع ملف إيران النووي. وبالتالي يعني المسؤولون الإيرانيون يقولون بأن السيد غروسي الذي زار إسرائيل قبل 3 أيام من اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية الشهر الماضي هو يحمل أجندة سياسية ضد الملف الإيراني، وبالتالي يعتقدون أيضا بأن السيد غروسي يخضع لظهور من قبل الولايات المتحدة، من قبل الدول الغربية الأخرى، من قبل إسرائيل، وبالتالي هذه المعلومات التي تمتلكها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الإيرانيون يقولون بأن هذه المعلومات لا تستند على تقارير فرق التفتيش التابعة للوكالة الدولية الذين يصلون ويجولون في الأراضي الإيرانية، وكانوا من قبل أيضا يعني قبل ما تحدد فعاليتهم في إيران كانوا يعملون في إيران استنادا إلى البروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي الذي دخلت فيه إيران بشكل طوعي من أجل إثبات حسن النية. لكن يبدو بأن السيد غروسي يعتمد على تقارير أخرى غير تقارير الفرق. يعني هل ترى طهران بأن هذه التقارير هي محاولة لابتزاز إيران للحصول على تنازلات من الجانب الإيراني، أم هي نقط ربما يجب الاتفاق عليها بين الجانبين قبل توقيع أي اتفاق؟
الإيرانيون يقولون بأن إذا كانت الوكالة تبحث بأطر فنية وتقنية يقولون بأننا نستطيع أن نحل أي إشكال موجود وأن نرفع القلق عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنهم يعتقدون بأن هناك دوافع سياسية تقف وراء هذه الادعاءات، وبالتالي يقولون إذا تحلت الوكالة بأطر سياسية فهذا من الصعب على علينا كإيرانيين، يعني كإيران تقول المسؤولين الإيرانيين يقولون من الصعب على المسؤولين الإيرانيين أن يثبتوا حسن نيتهم وبراءتهم من أي توجه عسكري أو أي نشاط خارج عن فرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه الحالة تشبه إلى حد بعيد الحالة التي كانت قبل الاتفاق 2015. نفس هذه الادعاءات كانت موجودة قبل الاتفاق النووي في العام 2015 وتم تسويتها وأغلقت بشكل نهائي، لكن يبدو بأنه مرة أخرى فتحت الآن من أجل الضغط على إيران وابتزاز الموقف السياسي من إيران. سيدة روان، ما رأيك؟ هل المسألة تتعلق فعلا بتعقيدات فنية كما يقول الدكتور صدقيان؟ يمكن التفاهم وإيجاد حلول، وأساسا يعني أكثر من 95% من النقاط الفنية تم حلها والاتفاق عليها قبل 3 أشهر، يعني أم المسألة هي فعلا غياب القرار السياسي في واشنطن، الحرج الذي تواجه إدارة الرئيس بايدن في توقيع هذا الاتفاق أو حتى الحصول على موافقة الكونغرس لاحقا؟ نعم، تحية لك ولضيفك وللمتابعين. يعني هناك عدة نقاط أريد أن يعني أقول عنها، وهي أولا أنه في ظل الرفض الغربي لإغلاق هذه التحقيقات ضمن الوقت المحدد، وأيضا رفض إيران بالعودة إلى كامل البنود المقترحة، هناك 4 سيناريوهات مقترحة على الأقل، يعني الموقف يحتمل 4 سيناريوهات تقريبا. أولا أن تقوم إيران بإغلاق هذه أو أن تقوم بالموافقة على القبول بهذه الضمانات أو هذه يعني الزيارات لنقول من الوكالة والعودة إلى الاتفاق. الثاني أنه لا تقبل بها، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لن تعود إلى لن يكون هناك رفع للعقوبات. الاحتمال الثالث أن تقوم أن ترفض إيران أن يعني أن تلتزم بهذه الضمانات ولكن تعود إلى الشروط أو تستمر بهذه الشروط، ولكن هناك يبقى يعني أن يكون هناك عودة جزئية إلى الاتفاق كما يقولون، مع غض النظر عن هذه النقاط التقنية. السيناريو الرابع أن يكون هناك ضغوط سياسية على المنظمة التابعة للأمم المتحدة أو وكالة الطاقة الذرية، وهو أمر رفضته الولايات المتحدة الأمريكية، واليوم رئيس الموساد هو في واشنطن. ولكن التصريحات المثيرة للاهتمام هي تأتي من تل أبيب حقيقة، أن رئيس الوزراء لابيد قال أنه يمكن أن يقبلون بإيران مع اتفاق نووي ولكن مع وجود حلول عسكرية في حال موضوع تخصيب اليورانيوم، كان هناك الاتفاق أن تتوقف أو يتم تجميد تخصيب اليورانيوم عند نسبتي 20% و60%. هذا الصوت الجديد من إسرائيل وزيارة مرتقبة بين لابيد وبايدن في اجتماعات الجمعية العمومية الأونغا في نيويورك الشهر القادم، تؤشر أو تشير إلى أنه يمكن هناك أن يكون انفراج موضوع التقني، ولكن ما هي الضمانات أو إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه التقنيات هي سبب لعرقلة الاتفاق النووي؟ أعتقد أنها سوف يتم تجاوزها. لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية أو إدارة بايدن حاليا سوف تعطي التزاما بأنها لن تقوم بإعادته، ولكن سيكون اتفاق موسع وتحضير لاتفاق أكبر. وعلى إيران أن تقبل بهذا الاتفاق، لأن الانتخابات في نوفمبر تشير إلى أن يعني بشكل أو بآخر الكونغرس الأمريكي سوف ينقسم ولن يكون ديمقراطيا بشكل كامل. لذلك إيران تحاول أن تمشي أو تمسك العصا بالمنتصف وأن يكون هناك تصريحات، لأنه حتى مع قبول
او السيناريو الثالث حتى مع قبول ان تاتي هذه يعني الجماعات او الفرق للتحقيق بهذه المواقع، سيكون صعب على الاداره الايرانيه او على الحكومه الايرانيه ان تسوق لهذا الموضوع داخليا. لذلك اعتقد انه كلا الطرفين سوف يمضون بالاتفاق. الان تدرس ايران الرد الامريكي على المسوده التي تم تحضيرها من قبل الفريق الاوروبي، والتصريحات تقول انه لن يكون رد، يكون هناك رد قبل نهاية الأسبوع المقبل، ولكن هناك أيضا ديدلاينز أو هناك أيضا إطار زمني للعودة ويعني نعم. وهذا ربما كما ذكرت يا أستاذة روان، ذكرته صحيفة هارتس الإسرائيلية اليوم وتحدثت عن سيناريوهات تنفيذ الاتفاق. ولكن دكتور صديقيان، هل الاتفاق الجزئي، رفع جزئي للعقوبات مع التزام جزئي أيضا من الجانب الإيراني، هو طرح مقبول؟ هل نتوقع ردا إيجابيا إيرانيا على المسودة الأمريكية إذا كانت تتحدث عن رفع جزئي للعقوبات كمرحلة أولى كما قالت صحيفة هارتس، وربما بعد شهر، وحتى يعطي الرئيس الأمريكي جو بايدن ضمانا باستخدام حق النقد الفيتو في حال رفض الكونغرس الاتفاق؟ المشكلة بأن الإدارة الأمريكية تريد زج إيران في خضام الانتخابات الأمريكية، ومن يفوز في الانتخابات النصفية ومن سيأتي بعد ذلك. إيران لا يعني لا يهمها هذا الأمر. إيران هي تجلس مع مجموعة دولية، هي مجموعة 5+1، الولايات المتحدة هي واحد من 5 أعضاء وهم أعضاء مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا. وبالتالي هذا الكلام الذي تفضلت به الآن هذا خلف ظهورنا، لأن تم الاتفاق على كل هذه الأمور في مراحلها، في 30 يوم الأولى، في يوم التوقيع، في اليوم بعد التوقيع، يوم التنفيذ، وتم هذه الأمور كلها منتهية وانتهت. والآن المشكلة متعلقة بقضايا تطلبها إيران. مثلا الولايات المتحدة ضمنت يعني التزمت بنقطتين، وقالت بأننا نضمن أن الشركات الأوروبية الاستثمارية إذا دخلت السوق الإيرانية فلن نفرض عليها أي عقوبات. الإيرانيون قالوا أوكي، هذا الضمان جيد، لكن هذا اكتبوه على الورق نوقع عليه. الجانب الأمريكي قال لا يمكن لنا أن نكتبه على الورق، هذا ضمان نحن نعطيكم إياه شفهيا، ولأنه إذا كتبناه على ورق ووقعنا عليه فذلك يؤثر علينا في الانتخابات النصفية ونخشى من حملة الجمهوريين. هذه إيران وقعت على اتفاق في العام 2015 وهو مكتوب وانسحبت الولايات المتحدة منه، فكيف يا ترى قضية غير مكتوبة ماذا تفعل الولايات المتحدة بذلك؟ ولذلك إيران لدغت من جحر مرة واحدة، لا تريد أن تلدغ مرتين. وبالتالي هناك قضايا شكلية تتعلق بالضمانات، وتتعلق نقطتين تتعلق بالضمانات، ونقطة تتعلق ب يعني مساعدة الجانب الغربي سواء كان الولايات المتحدة أو الأوروبي بسد المشاكل أو الادعاءات التي تطالب بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مستندة في ذلك إيران على قضية، وهي أن هذه الدوافع هذه الادعاءات، ادعاءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هي ادعاءات سياسية وليست ادعاءات فنية أو تقنية. وبالتالي إيران تقول بأن من وضع هذه الادعاءات سياسيا يستطيع أن يرفعها سياسيا. والآن هي هذه المشكلة الموجودة حاليا، هي هذه 3 نقاط. والرد اليوم حسن روحاني، عفوا اليوم إبراهيم الرئيسي الرئيس الإيراني كان في مؤتمر صحفي، هو قال ذلك بشكل واضح، قال إذا لم تنفذ هذه الأمور الثلاث، أما القضايا مؤقت وقضايا تنفيذية في البيان 35 صفحة تم الاتفاق عليها، بقيت هذه 3 النقاط 3. وأنا أعتقد اليوم الرئيس الإيراني أدلى بشكل واضح حول هذه المشاكل، وأعتقد بأنه يوم الجمعة القادم إذا ما تم الرد الإيراني أعتقد بأنه سوف يتضمن هذه الأمور الثلاث. نعم أستاذة روان، عقدة الثقة والضمانات الإيرانية المطلوبة، أي ضمانات هي فعلا
بيد الرئيس بايدن الآن يمكن أن يعطيها للجانب الإيراني حتى يتم الوصول إلى توقيع الاتفاق؟ يعني كما قال الدكتور صدقيان، هذا أمر وشأن داخلي أمريكي، مع علاقة إيران بالانتخابات، التجديد النصفي في، وربما هناك أكثر من في الديمقراطيين، هناك كثيرون يعارضون العودة إلى الاتفاق، ليس فقط الجمهوريون من يعارض العودة إلى الاتفاق النووي عام 2015. هذا صحيح. حتى أريد أن أسأل ضيفك، يعني من أين هي مصادره التي تقول أو يدعي فيها أن الفريق الأمريكي قال أنه لن نكتب يعني هذه الضمانات، أو أنه لا يمكننا الالتزام بشكل كتابي ولكن شفهي؟ أعتقد أن هذا الأمر نريد تحقق من المصادر. روبرت مالي جلس في أكثر من جلسة استماع مع الكونغرس مغلقة ومفتوحة، هو نفسه المهندس أو العقل المهندس لخطة العمل الشاملة. من الناحية البروتوكولية والقانونية، جي سي بي هي اتفاقية، هي ليست معاهدة، والفريق السابق إن كان الأمريكي والإيراني هم يعلمون هذا الأمر تماما. ولكن إدارة ترامب عندما انسحبت قامت بوضع عقوبات وفرضت عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، وربطت هذه العقوبات بمكافحة الإرهاب، وكان التعقيد في أو سقف المطالب المؤخرة التي تنازلت عنها إيران حقيقة ولا يتم التحدث عنها، هي أنها كانت تريد رفع هذه العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني والمنشآت المتعلقة به. هذا أمر رفضته الكونغرس بشقيه، يعني هناك توحيد في المواقف فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وفيما يتعلق بأن لا يمكن لإيران أن تمتلك قنبلة نووية أو سلاح نووي. ومن ضمن هذا الإطار العريض يتم الحديث عن يعني سب أو هناك نوع من الخطوط المفصلية في هذا الموضوع. لذلك هو ليس موضوع سياسي أمريكي، ولكن هو تشريعي، القانون أو التشريعات الخارجية للرئيس الأمريكي يمكن أن يقوم بإكزيكتيف أوردر، أن يقوم بقرار تنفيذي ويرفع العقوبات، ولكن يمكن أن يأتي الرئيس الآخر ويرجع أن يضعها. ما دام الكونغرس الأمريكي لم يرفع هذه العقوبات بشكل كامل لن يكون هناك ضمان، فبالتالي هو ليس داخليا، ولكن هو بشكل أو بآخر هو سياسة الخارجية، أو أن صلاحيات الرئيس الأمريكي محدودة ضمن الصلاحيات التي تعطى له من الكونغرس الأمريكي، ومنها رفع العقوبات، العقوبات التي وضعت على إيران مؤخرا ضمن إدارة الرئيس الأسبق ترامب تم ربطها مع الكونغرس. هناك عدة أعضاء من الحزب الديمقراطي اكتشفوا أن هناك عدة مشاكل في الاتفاق القديم ويريدون العودة إليها، وحتى أن روبرت ماني في جلساته قال أنه لا نريد يعني أن نرفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني، لذلك لا نسمع من الطرف الإيراني أنه تم التنازل عن هذا الأمر. لذلك الموضوع التقني، العودة للموضوع التقني، هو نوع من التصريحات أو نوع من الخروج للنظام الإيراني أو للرئيس الإيراني ليقول أنه نحن فاوضنا وهذا هو السقف. وكما أشرت أنت، أعتقد أن الذي سيتم القبول به هو اتفاق جزئي يؤسس لاتفاق أوسع، ومنها النظام الصواريخ الباليستية، دعم إيران لميليشيات عابرة للحدود. كل هذه الأمور هي مرتبطة أيضا بحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، منها إسرائيل ودول الخليج. هذه نقطة يجب أن أسأل عنها الدكتور صدقيان، هل هناك شيء ما تحت الطاولة يتم التفاوض حوله بين إيران والولايات المتحدة، وربما بوساطة أوروبية تتعلق بما ذكرته السيدة روان، ما يتعلق بالصواريخ البالستية الإيرانية، تدخلات إيران في المنطقة؟ الإيرانيون قالوا بشكل واضح وشفاف للجانب الأمريكي بأنهم غير مستعدين لمناقشة المنظومة الصاروخية، وغير مستعدين لمناقشة علاقة إيران بأصدقائها في المنطقة، وبالتالي هم لم يصروا على ذلك، حتى لم يصروا على إزالة الحرس الثوري من قائمة الحظر. وبالتالي هذه المسودة الموجودة حاليا والتي طرحها الاتحاد الأوروبي على الجانبين الإيراني والأمريكي لم تتضمن رفع الحظر عن الحرس الثوري.
وبالتالي الإيرانيون قالوا ليكن الحظر على الحرس الثوري، والإيرانيون أيضا لديهم حظر على قوات السنتجام الموجودة في المتمركزة في الشرق الأوسط، وبالتالي ترك هذا الأمر لم يتحدثوا به. والقضية الأخرى قضية الصواريخ وعلاقات إيران بالمطلق لم تكن بالمسودة ولا تناقش، ولم يعني الإيرانيون رفضوا مناقشة ذلك بشكل قاطع، والأمريكيون رضخوا للمطلب الإيراني ولم يناقشوا هذا الأمر. الآن المشكلة الموجودة مشكلة إحياء الاتفاق النووي كما هو في العام 2015 مع إضافة شيء آخر، وهو أن الإيرانيون يريدون الآن ضمانات، يريدون ضمانات حسن تنفيذ، لأنهم لا يثقوا بالجانب الأمريكي بالمطلق، وبالتالي هم يقولون يريدون ضمانات مكتوبة. الآن القضية كما قلت لك يعني مسودة الاتحاد الأوروبي عندما قدمت للجانب الإيراني، هذه الثلاث مواضيع التي قالها اليوم الرئيس الإيراني، ضمانات، ضمانات بحسن التنفيذ، ضمانات بعدم الانسحاب، والتدخل من أجل إزالة الادعاءات الموجودة عند الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأن إيران تعتقد بأن هذه سياسية. أما الأوروبيون وهم الذين يسيرون في قضية المصالحة، الأوروبيون مضغوطون جداً، والكل يعلم مضغوطون جدا للطاقة، النفط والغاز، وهو مقطوع من روسيا. الآن إيران لديها 100 مليون برميل من النفط، هذا 100 برميل ليس في الآبار، هذا موجود في مخازن في جنوب أفريقيا وفي المحيط الهندي، هذا موجود في خزائن عائمة، وبالتالي تستطيع إيران خلال 24 ساعة أن تضخ النفط ما تحتاجه أوروبا من النفط. أما في قضية الغاز الطبيعي أيضا أعتقد أنه إذا تم يعني مجيء الشركات الاستثمارية توتال أو شل أو أي شركة أخرى تستطيع أن تنتج الغاز الطبيعي، وخلال شهر تستطيع أن تؤمن احتياجات أوروبا من الغاز، وبالتالي الإيرانيون مضغوطون جدا، الأوروبيون مضغوطون جدا بسبب الطاقة، والأمريكيون يعلمون بأنهم مضغوطون من قبل الأوروبيين، لأنه حتى الولايات المتحدة لا تستطيع أن تؤمن الغاز لألمانيا ولأوروبا عبر هذه المساحة، المسافة الطويلة الكبيرة جدا بين الولايات المتحدة وأوروبا، وبالتالي الإيرانيون أيضا يعلمون حاجة الدول الأوروبية للطاقة الإيرانية، ويبدو لي بأن الإيرانيين ليسوا بسطاء وسذج إلى هذا المجال، هم أيضا يعرفون كل التطورات وصلت هذه الفكرة دكتور صدقيان. دعني أتحول إلى الأستاذة روان في واشنطن لأسأل سؤال الأخير. أشرت إلى الموقف الإسرائيلي وزيارة لبيد، هل فعلا يمكن أن تعرقل إسرائيل هذه الصفقة، هذا الاتفاق المحتمل، وجود رئيس الموساد في الولايات المتحدة؟ هل يمكن أن يتكرر سيناريو عام 2015 عندما أغضب نتنياهو الرئيس أوباما وذهب إلى الولايات المتحدة والتقى بأعضاء الكونغرس ودفعهم إلى معارضة الاتفاق؟ لا أعتقد أن السيناريو ل 2015 سيتكرر، يعني حكومة لابيد بشكل أو بآخر متعاونة مع إدارة بايدن وتحاول أن تبعد نفسها عن الأسلوب الذي يعني اتبعه نتنياهو، ولكن المخاطر أو الإحساس والمخاطر الأمنية مشتركة، يعني لا يختلف جدا الموقف الإسرائيلي اليوم من إيران عن موقف نتنياهو، ولكن التعاطي مع هذا التهديد قد يختلف. يعني الاتفاقيات الأبراهيمية أعتقد غيرت من شكل التعاون والتنسيق مع دول الخليج، ولكن بنفس الوقت يعني هناك نوع من التحذيرات لبعض الدول الخليجية من أي ردة أو من أي عملية عسكرية إسرائيلية تستهدف مواقع إيرانية قد تؤدي إلى يعني أن تقوم إيران كما قامت مؤخرا باستهداف عواصم عربية كما حدث في أبوظبي بطائرات مسيرة. لذلك الموضوع جدا يعني حذر، ولكن المخاطر الأمنية موجودة نفسها على أيام نتنياهو، وقد تعززت أكثر لأن تخصيب اليورانيوم قد زاد،
كما أشرت المعرفة التجربة أو المعرفة التراكمية عن تصنيع القنبلة، كل هذه تؤخذ بعين الاعتبار، ولكن كيفية التعاطي معها يجب أن يتم حصر هذه التطور التقني أو التطور النووي للسلاح في إيران بحيث أنه يتم احتوائه، ولكن لا أعتقد أن سوف تقوم إسرائيل به. نعم السيدة روان الرجولة الباحثة السياسية، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول للدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. وكل الشكر لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، ألقاكم بخير.